لانطلاق المهرجان اللي باش يكون ان شاء الله نهار 9 جويلية كما تم الاعلان عنه سابقا، والاختتام ان شاء الله نهار 20 اوت. الشكر ايضا للاداره السابقه لمهرجان حمامات الدولي سي كمال الفرجاني، الحقيقه عملوا مجهود كبير في انهم يخليوا المهرجان هذا في المستوى المعهود نتاعو من شعاع نتاعو. مهرجان الحمامات كيف ما تعرفوا مهرجان عريق، الدوره 52 سنه، تاريخه حافل بالاسماء الكبيره. الرهان بالنسبه للدوره هذه هو انه نحافظوا على الشعاع هذا، انه ندعموه اكثر. الاهداف الكبرى بالنسبه لنا في الدوره هذه هو اساسا انه ننفتحوا، انه المهرجان ينفتح على مدينه الحمامات. هذا رهان كبير ترجم في البرمجه نتاعنا سنة. ايضا انه نوسع القاعده الجماهيريه للمهرجان هذا. عادة تعرفوا جمهور الحمامات معناتها باعتبار طاقة استيعاب المسرح اللي هي في حدود 800 مقعد، طاقة صغيرة، لكن بالبرمجة وبالاختيارات اللي مشينا فيها سنة إن شاء الله تكون الجمهور هذا معناتها يتنوع أكثر. فما ناس ممكن ما عندهاش الإمكانيات أنها تحضر حفلات، وناس ممكن ما عندهاش اهتمامات بالثقافة وبالفن، حبينا نتوجهوا لهم ببرنامج 3، برنامج فيه التونسي وفيه العروض الأجنبية، وبرنامج أساسا فيه نوعية فنية يعني عالية الجودة. الانفتاح أيضا على المجتمع المدني، المركز في توجهنا مركز ثقافي دولي بالحمامات، حبينا ينفتح على المحيط نتاعو في جهة الحمامات والوطن القبلي عامة. فوجهنا الدعوة للجمعيات الناشطة في المجال الفني والثقافي باش يساندونا في هالتنظيم، وباش يكونوا حاضرين أيضا من خلال السهرات، ونوضحوا هذا من خلال البرنامج. أيضا الانفتاح على أشكال فنية جديدة، كيف ما تعرفوا تقليديا يعني مهرجان الحمامات كيف ما المهرجانات الكبرى الكل أساسا العروض في المسرح والموسيقى والرقص، لكن حبينا أيضا نحضروا أشكال فنية جديدة، وفما تظاهرات خاصة بالدورة 52 باش تحاول تقدم الفنانين الشباب والأشكال هذه يعني اللي فيها التجديد واللي فيها التجريب. هذا الكل الفكرة منه هو أنه الثقافة تبقى الدرع الأساسي لنا في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة التطرف. فكرة عامة على البرمجة متاع الدورة 52، البرمجة هذه باش تكون في ثلاثة أبواب يعني تخوا فولي. فما البرمجة في المسرح، في مسرح الهواء الطلق اللي هي سميناها إندور. المسرح البرمجة في برج الحمامات، في خارج برج الحمامات سميناها أوتدور، وبرمجة في دار سيباستيان سميناها أكت ناو. كيف ما قلت يعني تنوع كبير بين مختلف مجالات الفنون. فنون الشارع أيضا باش تكون حاضرة. بعض المعطيات على عدد العروض وعلى نوعية العروض هذم، تقريبا 45 سهرة باش تكون موجودة في المهرجان بين التواريخ اللي ذكرتهم. 45 سهرة هذم فيهم 52 عرض، أي عدد سنوات المهرجان. باش يكون فما يعني تظاهرة خاصة بالاحتفال بالعيد الجمهورية 25 جويلية، هذا برنامج ممكن نعلنوا عليه في الإبان لأنه مازال قاعد يحضر. وبرنامج خاص ايضا سميناه حمامات اوربن دايز، او ايام حمامات للفنون الشارع، وهو باش يمتد على ثلاثة ايام، وباش يكون فيه تركيز ومكان ومساحة هامة للعروض الرقص وعروض وفن الجرافيتي. وهذا باش يصير في فضاء الشلمة في خلف برج الحمامات.